هي من أهم القطاعات اللي زرناها عشان نشوف إزاي شباب مصر عندهم طموح في الوصول لأعلى درجات التطور التكنولوجي كان في المعهد القومي للاتصالات. هناك في عدد كبير جدا من الشباب بيدربوا على استخدام الأدوات الرقمية المتطورة في صناعات كتير جدا. ده يمكن الصناعة دي تحديدا وهي صناعة الاتصالات في المعهد القومي للاتصالات يمكن من أصعب الصناعات ومحتاجة لعقول نابغة عشان تقدر توظف قدراتها في التعامل مع عدد من المجالات الهندسية زي هندسة السيارات وزي هندسة العمارة والمعمار والجرافيك وغيرها وغيرها من المجالات. زميلنا محمد الشاذلي في الحقيقة قام بجولة مع الشباب المتدربين هناك. تعالوا نشوف الشباب دول هم مين وبيعملوا إيه وإزاي هيقدروا يساعدوا مصر في جمهوريتها الجديدة. يا شباب صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ كله تمام. كله تمام. كله تمام الحمد لله. عايز اعرف انتوا عرفتوا منين عن البرنامج ده والمبادره دي؟ انا عرفت منها عن طريق الصفحه بتاعه الاعلان نفسه بتاع النت اي، وكمان كان ليا ناس زمايلي حضروا راوند 1 وراوند 2. عرفت ان هي بتطلع او بتخلي الطالب يخش يبقى مؤهل جدا لسوق العمل عن طريق حاجات اكواد عملي او مشاريع عملي او حتى تدريب في الشركه. ليا اصحابي حاليا شغالين في شركات انترناشونال كويسه هنا في مصر. عظيم. انتوا بتتابعوا الصفحه بتاعه المعهد؟ بنتابعها طبعا كل فتره عشان بينزلوا على الصفحه اول باول مواعيد. اصلا هي بتكون اكتر من منحه، ممكن يكون في اكتر من تراك في ميعاد مختلف، فاحنا لازم نتابع الصفحه اول باول عشان نعرف التراكس اللي هتنزل بالمواعيد بتاعتها والاختبارات وكل كل الكلام ده. سوفت وير برضه؟ لا، في تراكات كتير مختلف. انا سوفت وير. انا تراك لمبتسف. في الراوند في الراوند اللي فاتت والراوند اللي قبلها برضو ليه كذا حد من صحابي هو اللي حكى لي عن الراوند وقال لي ان المنحه دي بتبقى قويه وبتاهلك جدا لسوق العمل، خصوصا ان بيبقى فيه بعد المنحه شهر تدريب في شركه من الشركات اللي هي بتكون من ضمن هم مشرفين على المنحه، والشهر التريننج ده بيكون لو انت اثبتت كفاءتك خلال تدريبك في المنحه بيكون فرصتك كبيره جدا في ان انت تتعين ان شاء الله. بيجي لك اوفر من شركه من ضمن الشركات. انت درست ايه لحد دلوقتي؟ بقالك اسبوع مش كده؟ درست ايه؟ اول حاجه احنا بدانا مراجعه سريعه على السي بروجرامنج، وبعد كده خدنا سيشنز في سوفت سكيلز. هما بيحاولوا ان هما يمشوا امبارل في الموضوع، ان انت يبقى في شويه تكنيكال في شويه تكنيكال وفي شويه سوفت سكيلز، بحيث ان انت تفصل شويه بين الاثنين. ما يبقاش كله تكنيكال وبعد كده ما تخلص تكنيكال تخش على سوفت سكيلز، لا، انت بتاخد ده شويه وده شويه. فاحنا في الاسبوع ده خدنا بروجرامنج شويه مراجعه على السي، وبعدها خدنا سيشنز سوفت سكيلز، ازاي بقى ان انت يبقى عندك ازاي تبقى جود كوميونيكيتور مع الناس حواليك، ازاي لو دخلت انترفيو يبقى ايه التكنيكس المفروض تتبعها عشان تبقى تبقى فرصتك اعلى من اي حد تاني، ان انت ما تنقص جريدز. بيجهزك من كل الجوانب. بيجهزك من كل الجوانب، لان انت تكون شخص انت هتطلع من الاربع شهور دول او تطلع من المنحه دي انت جاهز تماما 100% ان انت تخش اي شركه انت عايز تخشها. طبعا هو مجال السوفت وير والبرمجه مجال صعب شويه، مش اي حد يفهمه، فاحنا بنحاول ان الشباب يبسطوا لنا شويه. خدوا ايه لحد دلوقتي؟ هم بقالهم اسبوع بس في المبادره دي. صباح الفل يا شباب. صباح الفل. الاخبار؟ كله تمام. صباح الخير. الحمد لله تمام. بسطوا لنا الدنيا شويه، درستوا ايه لحد دلوقتي؟ تمام، احنا لحد دلوقتي دخلنا جزء سي بروجرامنج، خدنا السي في الاول، هم الاول كام سيشن دخلوا شرحوا لنا عن المجال اكتر، فهمونا المجال بيبدا ازاي، شركات الشغل فيها عامل ازاي، نبقى عارفين ازاي بالمجال اكتر علشان ما نحسش ان احنا بادئين واحنا مش عارفين سوق العمل ايه نظامه. فبدانا دخلنا بعد كده شرح لنا الاول سي بروجرامنج، ايه هي السي، الاكواد، راجع عمل ريفرش سريع عليها لان احنا المفروض داخلين اصلا عارفين البتاع ديت، لان المنحه هدفها ان هي تبقى تاسك بيزد، مش شرح اكتر بالظبط. ان انا باخد تاسكات كتير بالظبط، عندي الاساسيات وابدا اخد تاسكات ابدا احلها بحيث ان انا ابقى جاهز لسوق العمل. فهي دي الهدف الاسمي للمنحه. فبداوا يدونا بقى راجعوا شويه على السي وبداوا يدونا تاسكات اكتر من تاسك نعملها. دلوقتي انا كان في تاسك بعملها على البوينترز مثلا، باخد من فانكشن تو بوينترز وبجمعهم او بطرحهم،
تاسك بسيطه خالص، بس بيدربك ازاي تكتب بوينتر بايدك، يشوفك انت عارف ولا لا، بعد كده بيجي راجع على التاسكات اللي احنا بناخدها، ولو في حاجه واقعه مننا، لو انا في جزء ناقصني هو يبدا يشرحه لي. فهي دي اللي كان الهدف الاساسي يعني من تاسك بيزد. عظيم. احنا بنعمل سوفت وير لايه بالظبط؟ احنا بنعمل سوفت وير اصلا يعني دلوقتي اللي احنا بقى لنا اسبوع مثلا، الاسبوع ده بنعمل زي ما هو زميلي قال ان هو بنتعلم السي، بنعمل ريفريشنج برضو عليها على اساس ان احنا عندنا اصلا اوريدي معلومات عنها. السي ده ببساطه يعني هو لغه برمجه. ايه لغه البرمجه دي؟ يعني انا دلوقتي عايز اخاطب الكمبيوتر، هو مش هيفهم بلغه ولا ان انا اكتب له انجليش ولا اي حاجه. اللغه دي ببساطه ان هو الكمبيوتر بيفهم صفر وواحد، فاللغه دي انت بتكتب لغه برمجه بتقول له اعمل 1 2 3، ده بيترجم لصفر وواحد، يبتدي الكمبيوتر انا بفهم على فكره. يعني انا بفهم منك. لا 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 عادي، لا لا كلنا نفهم من بعض برضه. بس فده ببساطه ايه هو سي كلغه برمجه. في ورق كمان قدامك ايه ده؟ الورق ده لا، ده انا مثلا عشان لما بفكر مثلا ازاي اعمل بروجرام او ازاي اعمل مثلا تاسك او حاجه، فبرتب بس برتب افكاري فيه، وبعد كده بحوله بقى لكتابه بعد كده كتكستنج. يعني حد من زمايلك من الدفعات السابقه مثلا تواصلت معاه، عرفت ان هو شغال في مكان معين، فده اللي شجعك اكتر انك تنضم للبرنامج؟ بالظبط، هو ده حرفيا اللي حصل. في ناس قبل كده يعني ليا زمايلي اصلا معايا في الدفعه كانوا في المبادره اللي هو الراوند اللي فات، اوريدي اتعمل له هايرنج على طول، اشتغل على طول بالظبط. بس فدي اصلا فرصه كمان كويسه جدا ان احنا لا يعني هي بتوفر لك فرصه، بتوفر لك في الاخر انك انت تتدرب في الشركه نفسها، بيجيب لك ناس محاضرين نفسهم من الشركه نفسها ان هم يعني يدي لك الاكسبيرينس بتاعته حتى من الشركه. بالظبط بالظبط بالظبط. بس فدي دي 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 الفكره يعني. واحد اكبر ميزات المنحه بصراحه ان هي يعني اللي سمعته عنها من الباتشين اللي فاتوا ان حصل 100% هايرنج للناس اللي خرجت من الباتشين، فده بصراحه شجعنا اكتر، لان الموضوع انا خلاص انا بخلص ببقى جاهز لسوق العمل، هم مجهزين لي كل حاجه، مديني اون جوب تريننج شهر كامل، فالشركه نفسها بتبقى خلاص هي عرفت انت ايه وشغلك ايه فبتاخدك، فاغلب الشركات بتاخد الناس اللي بتروح تدرب فيها فعلا. فدي برده كانت من احد ميزات المنحه القويه يعني. باشمهندس احنا عايزين نفهم اكتر عن البرنامج دلوقتي اللي الطلبه بيتعلموه. احنا في المعهد القومي للاتصالات الوزاره مقدمه منحه شباب مصر الرقميه، المنحه دي مجانيه تماما. هي فيها برامج كتير قوي. البرنامج اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الشهر الواحد ده بيبقى عباره عن تصميم في كذا طبعا حاجه. احنا دلوقتي البرنامج ده او الجزء ده او السيشن دي هو ويب ديزاين اللي هو تصميم المواقع. احنا بنبدا ان احنا بناخد الطلبه او الخريجين عامه، احنا بناخد الخريجين اللي هم لسه ما ابتدوش في سوق العمل قوي او محتاجين ممكن خبرة. كمان الطلبه اللي بيدرسوا ممكن بس مش في البرنامج، في برامج تانية. في برامج تانية ده في التدريب الصيفي في التدريب الصيفي بالظبط كده. فبناخد الطلبه او الخريجين سوري اللي هم لسه ما ابتدوش يعني يشتغلوا، حتى لو اشتغلوا لسه محتاجين ان هم يتعرفوا على حاجات اكتر، يتعرفوا على اسس اكتر في تصميم المواقع وكده، ونبدا ان احنا نديلهم الكورس بتاعنا كله، وبعد كده بنعمل معاهم تطبيقات، بنعمل معاهم زي ويب سايت كامل في الاخر عشان نقدر ان احنا نطلع لهم زي اوتبوت في الاخر يبقى يقدروا يحطوه في السي في بتاعهم ويبقى شكله يعني كويس ويبدا ان هو يعرف يشتغل بالحاجه دي. أي من المتدربات اللي كانوا موجودين في هذا البرنامج او في المبادره دي الويب ديزاين مظبوط؟ ازيك يا أي منوره؟ الحمد لله. منور حضرتك. الحمد لله تمام. درستي انت بقالك اسبوعين حتى الان؟ درستوا ايه خلال الاسبوعين دول؟ درسنا الفرونت اند، خدنا الفرونت اند هو عباره اصلا عن كذا لانجوج، خدنا ال HTML وال CSS، وكل شويه طبعا ليها تاجز كتيره، فكل شويه بناخد حاجات اكتر، وكل شويه بيظهر حاجات كتيره بنبدا ننظم عنها الستبس بتاعتنا في خلال السايت اللي احنا بنعمله. انت خريجه ايه اصلا؟ انا خريجه هندسه 2022.
طيب تمام، شغاله ولا لسه؟ لا شغاله، اشتغلت الحمد لله. طيب هل شغلك ليه علاقه بالبرنامج ده؟ اه انا شغاله از بروجكت مانجمنت سوفت وير سيستم، فانا بستلم سيستمز المفروض ان انا بسالك عشان افهم، هل البرنامج ده يفيدك في ايه مثلا؟ بيفيدني ان انا طبعا دلوقتي يبقى عندي باك جراوند وعارفه اصلا ان السيستم المفروض يبقى عباره عن ايه او السايت عباره عن ايه، بحيث ان انا لما يجي لي ابقى فاهماه، اعرف اعمل عنه ريبورت هو مظبوط ده كده تمام ولا لا. المرحله دي مدتها شهر؟ مجانيه؟ تمام. مجانيه تماما؟ اه تمام. هل حد من زمايلك مثلا قبل كده خد المنحه دي او البرنامج ده وهو اللي رشح لك مثلا انك تيجي تدرسي هنا، ولا عرفتي منين اصلا انك؟ لا انا عرفتها من واحده، انا لقيتني ان انا يعني انترستد للتراك دوت، فهي رشحت لي ان الانتي اي بتدي التراك دوت.